الخمسة عشرة التي تعصو رفع رفعاده بثوات النون نون تسقنا شهد وعما بالنون نون تواتهي وها وحين نكسو جرني علامة الخفضه بين نكسو جرني أي نكسو جرني وحين صوشينا علامة خفضه إنو يهي صدح كسره أصلها إياه إيا فتحه النائب كا مواضع اللي خفضون هيانا إنا إيهين بين صوشيك ناي تضبو كسره إني صدح لو خفضون هاي اسم مفرد ومنصرف جمع تكسير منصرف يجاع معنث سالم حاكرمين هيا بين النري مرات بزيد والرجال والمسلمات باكل من أسين iyadii ku xigtay inuu iyagana lagu qafdan haya saddex mowduuc baynu soo marnay muthanni iyo jaacmi kursaalim oo hadda ka horba lagu soo nasbiyey ganayo in lagu qafdan hayo asmaul khamsihi isagana inay waatayaa lagu qafdan hayo waxaa kulmin hayaa inuu maratu baabika abaaban soo maray wa zaydayn labadii zayd iyo wal muslimiina muslimiinti ragaa waxaanu soo marnay oo kaleete وتاي فضحادي ان لو خفدن هي اسم لا ينصرف او ككل يمد جمع تكسير او منصرف مركي لي ما لا صرف بابحي اي اسم مفرد منصرف مركي لي ما لا صرف بابحي مركه وحين كو سو مثال ان مرات بي احمد اي و بمساجد بي احمد هو اسم مفرد كها ما لا صرف كها وبمساجدنا واسم ما لا صرف جمع تكسير كها مركه بحث اولي يحي واجرا اسم ما لا ينصرف مركه هلكا كا قبسو الاسم الذي كاسو لا ينصرف عن صرفه من له وحاوسو ما اسم ما لا ينصرف حد بوليه هي وعلل علوين بوليه هي وشروط شروط بوليه هي ان ير مركان مقدمه ان ير هردع كوسيو وها ويان اسم وها لليه هي مركو فعل كشبه شبه او قوي شبه قوي امحان وجهنا وها اللي يلاهذا اسمه فعل كانوا شبه حرف كانوا شبه حرف كشبهتان كيسا وحكو صامين هيا ادنا مشابهة مشابهة او هوصيس ايو كسامو بهيا ومثلا هل حاره دو كشبه وكسامو بهيا واتي مبني ونقون هيا اسمه اما وضعه كشبه استعماله كشبه معانه كشبهي كل بوح كشبه هذا لكن فعل كو حال للي هي اسم بمركو فعل شبه شبه سئين قو النقض موين سكلا ومسا بوه هي شبه قو وحاولي أن لبع اللو إنو واته كشبه إنو كشبه واته فعل كا اما هل علو او لبع الا او دغانت سلاسه marka ku noqonaysa maxaa u dhaxay farqiga farqigu wuxuu noqonaya kan la yiraahdo ficilka iyo ismiga calaaqooyin ba ka dhaxeeya laakiin xarafka iyo waa tahay ismiga wax calaaqo ka dhaxeysa ma jir walidaas sidaas u adana mushabahatin ku saamo baaya kan laakiin shabihiisu inuu qawi noqdo ma is kala uma saabo baaya حديث أي نقاري دونا وكان حديث أي كفهم دونتا إن شاء الله تعالى مركز الشيخ أنه حكو يري حده اسم ما لا يصرف حد كيس ما أمر الذي كبال يرادا فيه أي كسو ناتع إلتان لبع إلو إلتان كاسو فرعيتان لبل وفرعها إلتان كاسو من علال تسع سغال اللي حقوتك هذي إلتان كاسو ترجع إحداهما من دولة إلى ونيس إلى اللفظ والأخرى مدى كليتنا إلى المعنى أو علة ما فيه وحي كسب ناتبا لإذا علة هل علة إلا سو تقوم إستاويس مقاما العلة تاني لو علم مقام كور حد اسمه ما لا ينصرف سيدا سليدا سيدي سبا وحال إلى هذا الشيء مشبه أها لم يفهم هذا مشبه به غير فهمين ويوجد زيد كالبدري وضيحوا كلا تحقق قريحة مركة القولية هي دي ضيحين هاد قرانا يسوي مركة زيد من قريح بديها قرانا يسا زيد كلا سد مركة اللي يلاهدو دي اللي واحا وانا تقانو خطر نودي سيوم حيسا مركة ساد قرانا يسا زيد من حيسا مركة ساد قياس يسا لكن هذا انتا قرانا ينمى قرانا يسا
si aad u garato bal ficilkaan isbaraynaa ficilka waxaa ku sugan laba cillo cillada ku sugan midu waxa weeyaan midu waxa weeyaan labada cillo ee ku sugan ihtiyaajuhu ila alfaacil weeyaan laba cillaa ku sugan mid waxa weeyaan ixtiyaajuhu ila alfaacili iyo wagayruhu mafaaciishiyo kaleeta midna waa ishtiqaaq oo waxaa laga soo ishtiqaaqday mastarka labada cillaa ku sugan labada cilo labaduba waa faraco ixtiyaajada baahi la-aan baa asalaha le waa baahi ishtiqaaqana waa tahay laga soo ishtiqaaqanayo macnaha masterkana ishtiqaaq la-aanta asal ah mid labaduba waa tahay midna lafdiga u noqonaysaa midna macnaha midu lafdiga u noqonaysaa ee lafdigaa lasoo ishtiqaaqday midna macnaha u noqonaysaa waa ixtiyaajada horta labadaa cillaa ku sugan marka labadaa cillo markii uu ka shabaho ismigu oo isagana ku sugnaato ficilkiibuu shabahayaa ficilka markuu shabaho ficilka wixii loo diidahaya loo diidahaya aljaru bilkasrati waa loo diidahaya tawintii baa loo diidahaya ashii baa loo diidahaya ismigu marka ficil buu shabahay baa laleeyahay wax alaale wixii ficil loo diidi jiraa loo diidahayaa dhe taase marka noqonaysaa adigoo marka sidaa u ogbaad marka waxaad dhahaysaa xadduhu ismigu maalaa sarif xaddiisu maama ladii kabaa la yidhaahdaa fiihi ay ku sugnaatay cillataani laba cillo cillataankaasoo farciyataani labadoo farac ay yihiin cillataankaasoo min ciraalin cillooyin xaggood ka ada 99 aha cillataankaasoo tarjiic ixdaahuma ay u laabanaysa ila almacnaa waalukhraa midda kaleetana ila almacnaa oo cilatun maa fiihi cilatun waxay hal cillo ku sugnaatay baa layidhi cilladaasoo taquum istaagaysa maqaama alcillatayni intaa xaddiiba markaa ku noqonaysaa cillooyinkii sagaalka ahaa ayuu sheekhu marka ina barahayaa walcilal cillooyinka ah 99 aljamcu weeye waa kow wa wasnu alficli ficilka wasankiisii weeye walcadlu cadalkii weeye wataaniitu taaniidkii weeye walcalamu calamkii weeye watarkiibu tarkiibkii weeye waziyaadatu lalifi wanuuni aliftiiyo nuuntii la ziyaadiyey weeye waalcijmatu cajamigii weeye walwasfu wasfigii weeyaan yajmacuhaa sagaalkaaba waxaa kulminhaya qowlu shaaciri ijmac wasiin cadilananit bimacrifatin rakim wasiid cijmatan falwasfu qaad kamula macnaha waa ramzi baa la yidhaahdaa ijmac jamc siiqatu muntaha aljumuuc baa loo jeedaa wasinna wasnu ficilkii baa loo jeedaa caadilanna cadligii baa loo jeedaa anitna taanidkii baa loo jeedaa macrifatinna calamkii baa loo jeedaa rakibna tarkiibkii masjigaa baa loo jeedaa wasid cijmatan ziyaadi waa tahay ziddana waa tahay ziyaadtu alfunu baa loo jeedaa cijmatanna cajamigii falwasfu wasfigii baa loo jeedaa qad kamula waa kaamil noqday buu ku yihi tarsigii cillooyinka marka intaasaa lagu kulmiyaa markaasaan waxaan insha allahu tacaala bal intan korkaynu ka yar maraynaa saasay ku roon tahay markii korka lagaa yar taswiiriyo marka dambe carabkan marinaynaa yar imcaanu nadar iyo bal fiiro u yar yeelo waa intan insha allahu cillooyinkaa sagaalka ahaa labay u qaybsamhayaan marka ugu horeysa waa hal cillo wax ku mancinhaya iyo wax laba cillo wax ku mancinhaya wax hal cillo wax ku mancinaya siiqatu muntaha aljumuuc iyo taaniith bilalif baa la yidhaahdaa alifta oo maqsuuraha ha noqoto sida xubla oo kaleete ama mamduuda ha noqoto sida saxraa oo kaleete labadaasi marka kuu noqon hayaan waa kow soo sagaal ma ahayn adugu markii sidaan aan u qaybna toban bay kuu noqon doonaan sideedna laba cillo wax ku mancinaya xaddi u qaybsamay maa fii cilatan farciyataani tarjiic ixdaahuma ila lafdi waalukhraa ila almacnaa intaasay ku egtay sideedaasi ku egyihin oo cilatu maa fiihi cilatun hal cillo waxay ku sugnta oo taquum maqaama alcilatayna waa labadan aan kuu sheegay wuuyaan marka sideedaasu haddana waa la qaybin wax lafdi ah iyo wax macnawi u qaybi wax macno oon la arkaynin iyo wax lafdi ahoo lafdigu wax la arkahayo ama lagu hadlahayo weeyaan oo muuqda weeyaan waxaynu dhahaynaa macnawigu waa sifada iyo calamka
صفادة يا عالم كلا سكون قنايا صفادة يا عالم ك صفادة يا عالم ك يكون قنايا هيه مرك يو حال إلى هذا لا يجتمعاني أبدا ورقد مقرمان سيد بازين يضب وصل أكل مكرين يسكون مارس يقول مكرين يعني يسون أكل مكرين وأمان يسيب بلاس مين ليجري وحاسس أكل إلى هذا مرك يسكون يسكون مارس يقول مي مادان لا وجه بكل ده هيان وحال لف دي جهان وله لحدا سوى حيكون قان هيان وحال إلى هذا وزن فعل عدل زيادة ألف ونون تانيث كي تركيب كي عجمدي والحدة ويان مركا يستدعيهين ترتيب ترتيب بين أسوى قبانينا مركا وحانو الرئيسين إن شاء الله تعالى سيدو الشيخ أنو كل كهرباء يسو وضعها يو يين وضع دوننا إن شاء الله تعالى ساس مركا كون نقونيسا قيبت حال إلا وحكم من عنيس بينه الرسينين وطانيت بالألف مرتب حبلاء مدور لانصامري ويدي مقصورة يدي من دودة أنا مرتب حمراء المانع من الصرف الألف وية ألف تأي كل ديك تهوية تقوم وحين استاقسة مقام العلتين لبع المقام كود سيكو استاغيسا ألف ألف تنوى زائد مرنا تصارف الكرام كما قويس زائد كنوحا أصلوا أين أسخدعوا في بعض التصارف مركا اللزوم كامرنا أين فاروقين بمنزلة علة بيت الله وسادة سوية تاني اثنين مدي ودددك نمدى أهانا بمنزلة علة أخرى بيت الله وسادة لزومكو وفرع اللازم الآن با يا أصل هو الشيء زائد كن سكدع أصله تانيت كن وفرع مذكر كأصل هو نبي الله آدم بأصله أمنا حوانا واتهي فدي سلك سمي وصدس لزومك لفظك أن نقن هيا يا لزومك لفظك أن نقن هيا تانيت ثني ماذا أم أنا أم أنا ثني ماذا أنا معناه أن نقن إسا خلاص أنت على كاسك أكبر حاكو قصو الحجسين هي صيغة منتهى الجمع صيغة منتهى الجمع لبصيغة لها صيغة مفاعل هي صيغة مفاعل لها مرتب المساجد ومصابيحة ما المانع من الصرف وهل علو صيغة منتهى الجمع جمعيالك ما يجي لو انتهي صيغة وحل إلى هذا سيدة جمع تكسيركو صيغة كي من هي وككا عياه دانا متكلو تغهيا دانا وككا عياه متكلو تغهيا دانا متكلو بصص ويجي مثلا كلب أكلب بالوجه مع وجمع قل أكالب هذا هو مفاعل ذوية ما كان مسي دافي كرو صغار دوجارو جمع مسي سعق ما كان حال لي هاي جمع نمضو بمنزلة علة بيت الله انت هذا أصلا جمع دافي كرنا بمنزلة علة أخرى بيت الله دي ما كان حال لي هاي لبضو وفرع حي يا لجمع النمو وفرع مفرد كأصلة انتهادنا انتهى الآن بأصلة من اللفظ يقول نقونا إساء هو انتهاد سيقوينك يكون انتهونا يا لفظ يقول نقونا إساء جمع النمو معناه يقول نقونا إساء وعلة تقوم مقام العلتين وكذا بحياتيك وحي اللبع اللي يحكم عنها يباكوكين هي مركة صفادة أي نسوق على أننا وصفك وصفك وصدح إلا أول فدية هي وهيلين هي وقلب مدبة وهيلين هي دي وحلا من عين هي وصفي ومع وزن الفعل أو وسيدي إيقا أبيض مرته بأبيضان صومري وبأحمر وبأسود ما المانع من حق ديدة هي من الصرف علتاني ويان وصف النمضو ومدو الوصفوي وقدود كالوصفوي وصف النمضو واساس علة ويان وزن فعل نمضو أو صرت أفعل لي هذا وزن كفعل كجار كأه أفعل نمضي ووزن فعل نمضي فرعية تاني ويانو وحال ولية الصفات والصفات العام بأصله اللي قلت شيء عمرك وكل صفة بأمدوم يوصل أهين بأصله والله من
وزن فعل مدنا وطهي فرع ويانو أصل واسم ومستر كأصل والمستر الأصل وأي أصل وكيو كلا حريده وصيد أصل كليانتا وزن فعل مدنا لفظي قلنا قونيسا ولي يبعلي اللي في ديئي كوا أهيد وطهي وصف مدنا معاه الله بنيسا وحلا أركها يما الكاسن هو بحاني وصف أماء زيادة ألف والنون بنيجا سوق دقل إنا مررت بسكرة أنا مدوى لما صوم مري وبعطشانا مد أمام ما صومري هي ما المانع من الصرف إلا تاني ويا ما هو عدل ولا هذا مد هو وصف النمضة وعلى النمضة كسفوري أنك كسفوري من ده حاويا ألف تي من تأخر كوس جرت زيادة ألف ونون فرعية تاني لابد هو فرع وصف النمضة صف الآن بأصلة إن الله أمانين إن الله وعلين بأصلة زيادة ألف تي من تلقو زيادة زيادة الآن بأصلة ترجع إحداهما إلى اللفظ من اللفظ يقول الله بنيسا وزيادة ألف ونون قال اللفظ يقول الله بنا اللفظ يلو زيادة والأخرى إلى المعنى سفاد أيضا ويكون نقنيسا مركها درا وحاكوس وقال هيا الوصف مع العدل التحقيقي بان رحنا تحقيقي وحل إيد هذا خروج الاسم اسم بحيتان كيسا من سيقة الأسلية وكبحي إلى غير أبحي إيق مركها وحيكون نقنيسا مرتب مثلا عبان صومري وبثلاثة وبالرباع صداده ما المانع من الصرف أداد هذا إلا تاني ويان ماذا وصف النمضة لو الله بل وصفه بي صدح صدح أفر أفر منا وحي ويان عدل وقو تراضي مكركة إذ مثنا إثنين إثنين بلغ سوريتي أربع مثنا لفظي أقعبان الله بدي مكركة إذ وحي فائدين هي فائدين هي ثلاثة 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 مكركة سألغ سوريتي ثلاثة 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 لو جر ميجر كده يلايد ثلاثة بأوف ربع أنا أربعة أنا أربعة بلغ سوريتي مرك الله بضو وفرع صفة صفة الآن بأصلة وإيجا مثلنا لو الله بضو صدح صدح هي أنا صفة الله يسينك وكود أصلة عدل إذا نسوري جنت وريجن لأن تأصل هو إيجا مثلنا اثنين اثنين بأصلة ثلاثنا ثلاثة ثلاثة ترضى مكرك يا أصلة ترجع إعدامه إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى طب اللفظ يقول الله بنا يسواتي دي قادة لغربة ها دربينا طلابة قادة لوبة هن ياهي وحي ويان عدل ونمد ويان إلا مركبة أركبة صفة معنوية صفة اللي فيها وغضة الصعودة مدة معناه أنه قلنا واصفة نمد ويان وصف وصدح راس وحلا من عيا انت وانكب حني وحكو ويلين هيا أوكالاتي عالم كيقول لح وحلا من عن هيا لح ذا وحلا من عن هيا لح ذا نقول وصف وحلسه من عيا ويسون الله من عن هيا كدو مالي بيدها من مركو بنتو سنانتي سدنك بس كدو مالي جري سوما حين صدح كلانو ولي زيادة هيا واكيو شيخ العمريد كلها وزاد تركيبا وأسماء العجم كذاك تانث بما عدا الألف وكيو كلها وزاد تركيبا بولي زيادة عالم كي وأسماء العجم عجم أسماء دي سو للزيادة كذاك تانيث بما عدا الألف تانيث كيو ألف توحي كسو هاري مؤنث كوا كاسا قولا ملا بك تاسم كاكون غنيسا بريق الصدح دي هذا وصف وحلما عيا عالم كيو حلما عنا هي انه ضيق في رنين العلم مع وزن الفعل علم ووزن الفعل وحلما عنا هي مرات بأحمد وبيزيد له والمانع من صرف علتان مدوى على من مضى من وزن فعل مضى زيادة كزيادة الفعل يام أول جيزة كسونا همزلة تي متخلم كي مضارع يزيد له واتها يادي واتها حفل مضارع تي واساس كون نخونيسا لمضى ووافرع وزن فعل مضى وافرع أصل كو مستر كأصل بين على من مضنا وفرعه نكره عصر الممر كده شو ولد بلدي أم حب أم حب له ما عمله كذب ما قال الله صوبين هيا وصاصة كريمة ترجع إحداهما إلى اللفظ من اللفظ يقول الله أنا يسوي وزن فعل مضى والأخرى إلى المعنى وعلى من مضى هذا نوع حين سوق ده قال إن علم مع زيادة تعرف ألف ونون مرت بعثمان صومري وباللقمان نكي لقمان اللي هجري والمانع من الصرف إلا طارب يدوى على منهم يونو زيادة ألف ونون لبضوا فرعوا زيادة ألف ونون زيادة الآن بأسلا على من مضونا نكرا أسلا
ترجيع إحداهما إلى اللفظي لفظ يتون قنيسة زيادة الفنون والأخرى إلى المعنى على من هو المعنى هو قنيسة. هذا نوع نصامر إن العلم مع العدل التقديري عير تقديري على الرهيا تقديري ماذا نوع شيء قلنا مرات بعمرة صامري وبالزفر وبالزحلر مركز سيدان نغطى ما المانع من صرف علتان إلى بيع اللوية ما هما العلم ومقع مثل كلاوانا وعدل تقديري عدل تقديري وحاوية العمر يزفر يزحل صرتها فعشاءها كفعل توكيدي وكوكولي دوني إلى ماريقوي مركا أركاد السوى اسم لان صرف الجر بالكسرة يتوينتي ديدي على النمو نوين وحلو أقلت أي أيوين أي واحد عن سيدن قواعدين إنه غبر برين أن قدرنا عدل عدل يقدر وام حي عمر عامر بالجسو جابي زفر زافر بالجسو وعيي لجسو وعيدي عمر عامر بالجسو ورجيي وحجر ساس لسو ورجيي وتزوح الزاحل زفر زافر ساعة بحنا ده مركو عدل نوع تقدير ده لولو وفرعه عدل يسوي رجل الآن بأصلها على من مغنى مكرا أصلها عدل النمغ اللفظي أنه قرر اللفظي اللي يسوي رجل على من مغنى معناه الله بنا إساء صدحي أي وذلك سنجر أنك واسدا سيكون نقوم إساء وزاد تركيبا وأسماء العجم بأنه قال إساء ما تركيب كيب للزيادة تركيب كيب مسجد أويان مرتب بعلى بكاء وبحضر موطنه ما المانع من الصرف علتان ما هما العلم من دقلتان على التركيب المسجي فرعيتان على النماذج نكرا أصلها تركيب كنا بعلى يبكى على سكينة إنا لسكين بأصلها ترجع إحداهما إلى اللفظ من اللفظ يقول نقول إساء وحا تركيب نماذج ويان على النماذج معناه نقول إساء أسماء العجم وتشروط فلويران هيا إنه سد حرف كسوغن يهي من أوضاع العجمية وإنه كمد يهي وتاس يكون غنيسا وعلم عجم وحدجين علما في العجم إسغن وإن يهي تاس مركا يكون غنيسا شروط داس إسغن إسكلي يهي بل إنه إيقا إنه إسغن مركا واتهي مثال إنه مررت بإبراهيم وبإسحاق ما المانع من الصرف علتان ما هما العلم بدك لتنا العجمة هي فرعيتان على من مبنى نكرة أصلها عجم من مبنى عربي أصلها ترجع إحداهما إلى اللفظ اللفظ يتوقع نقنيس وعجم من مبنى والأخرى إلى المعنى يكون نقنيس على من مبنى بس خلاص ثانيا بما أدل ألف ذو حيوان ألف تي وين صامرنا هل إلا يحكم من عينيسي ثانيا كسيدة وصدح قيبوض بالنقضاء ثانيا بالألف ثانيا بالتاي ثانيث بالمعنى صدح لا سأل ليده ده مركي يجي مركي ليده ثانيث بالألف هل إلا وحكم من عدين ليده وحمارك تيسا يكون صهر يوكلتم حكون نقون هيا ثانيث بما عدل الألف وثانيث بالتاي ثانيث بالمعنى ثانيث بالتاي هدوية هي مرت بفاطمة تان صومري وبحمزة تان صومري وبدلحة تان صومري وبكرة تان صومري المانع من الصرف علتان بدود وحويان تانيثك مثل كلتان على النمو الويان فرعيتان تانيثك مذكر بأصلها واتهي على النمو أن نكر أصلها ترجع إحداهما إلى اللفظ تانيث مثبتة إذا سو واته لفظ يقول نقون إساء واته علم كرم عنه نقون هيا لكن تانيث وحشروضا الله محر هيا لكن تانيث بالمعنى مركو يهي شروط بليها كالفرع عميس أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف سد حرف وين كزائد يه مثلا سيا مرت بزينبان صامر وبسعادة وسدس يجوا حكما عيا ولا بعلا مذوى على من مر من نوى تاني ثنوى بالمعنى لول وفرع تاني ثك مذكر بأصل علم كنا نكر أصلها تاني ثنوى اللفظ يقول إنه أم وحان كوشي هي تاني ثنوى اللفظ يقول إنه قنيسة على من مر المعنى مركها دي سد حرف كزياد سنة وتانيث بالمعنى وإنو يهي وحل إلى هو محرك الوسط
سوى سقراء وكلت مرت بسقراء أما نظرت إلى سقراء بفكر ينارت من سقراء مركز لا نغطو مانع كم من عنها يسر فيها وتأنيثم بالمعنى يعلم نمذي سبح لي حرف حركة وسط ككسوغن حركة وسط ككسوغن وإيقل مثلا يا حرف كي الرابع أها مقام كي سيقوم يسالين مركز سيكون خنيساء أما هدينا محرك الوسط أهين أو مسكون الوسط أيهي وإن أيهي عجم وأسيد إيجا جورو أو كليتو مراتو بجوران صومر ومغالي اسم من وعجم النمدي مركو حال لديه تانيثم بالمعنى إيجوا مسكون الوسط لكن وحا أعلن سيي إن اسم لا ينسرف نغضو وعجم النمدا عجمال أي حرف كي الرابع أها مقام كي سيقوم يسبالي هدي وصن سلا أحينا وإنو يهي منقول من الملكر إلى المعنثي وإسلام با من مبعين لو بحيي مرتو بزيدة قول زيدة لو بحيي مرتو بزيدة نقل يا مذكر كلغة صور روي المعنث كلو بحيي يا ثقل كي كوح سلا يا حرف كالرابع وكالت إسلا إذن وحاميجا كاغة صور بحيي اسمه تانيث بالمعنى هدي ويهي تانيث نمديسو إنا انتبر قلينين إلا اسمه عليس دريما هي إنو كد دريما إنو سد حرف كبدن يهي أما ما هي محرك وسط يهو حركة وسط كامركة عليس كلا إيمان يسو أما ما هي عجمي يهي سد جورو أوكالاتي أما ما هي منقول من المذكر إلى المؤنث سد حدا إنو يهي وشرد منع العارك كون هرتقى فوق الثلاثة أو كجورة أو واتهي واكي أو صغر أو وطايتاس كودين أركاس كودين مركا هادا وانكا بحاني مركا سيا أوبا بحاني من هادا فيرس مركا نوسا أوبا بحاني مركا سيا وحوكو وهي عليين كان سيالكا قسمان لبا قيبود وهي فالقسم الأول ما يمنع أصفه وحي منعين هيا وهي وحده وحالية مدكرية وهو قيب كاسون إثنان ويان الأول صيغة منتهى الجمع ويان وهي كل جمع ويان بعد ألف تكسير وكسر ماذا حرفان أولهما لبدا حرفنا مكسور من الكسرية وياه واسيدة مساجد يدراهما غنائما ساس مركا كون قنيا وألف تألف تكسير كلا إلى ذا واتا لبا حرف باكدن بيسا مدكورن وكسر سنجهي كمساجد أو بعد ألف تكسير ثلاثة أحرف باكسر ماذي أولها مسكون مد ما جاءها سكتر أنت أولها مسكون وخلط سكتر وأوصدها ساكن ويان أو بعد ألف تكسير وحاكسر ماذي واتهي ثلاثة أحرف باكسر ماذي وأوصدها والحال أوصدها حرف كوكب حيان الساكن ويهي وصاس ويان وذلك مصاب بيحب ويان ودناني رك ويبها سكون خنيسا الثاني مثل لوان تانيث بالالف ويان سواء كانت الالف هاتها مقصورة كحبلاء او ممدودة هاتها كسحراء والقسم الثاني ما يمنع وحي منعينها يويان الصرف بعلتين والقسم الثاني اللوان ما من الذي كويا يمنع الصرف منعينها يصرف غاسون وحين رهينا والتوينتي توين التمكين هاي وحل الديدة هي وليه حدا ما يتوين التمكين الجر بالكسرة إنا ما أريد إني توين كاتايب وكتري الصرف التوين أي تام مبينا معنا به يكون الاسم أمكنا ساس قولي دوانا الصرف التوين ويان واتاي أتاي من مبينا حاليا من عبانا يا معنا معنا سو يكون اسم به بسببه أمكنا في باب الاسم يتو أهان هي وتوين تمنه والله والقسم الثاني وحقيب كالباد ما من الذي كويان يمنع من عنها يواتاي الصرف بعلتين ثمانية به ألقى خبر كيريد ثمانية سديد ويان وهي ثمانية داسون قسمان ويان لفذي ومعنوي فاللفذي اللفذي ستة لحد ويان وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون وتركيب المزجي والعجمة وتانيث بما عدا الألف والمعنوي اثنان ويان العلم وصفة ويان فالوصف يمنع الصرف ومنعها مع ثلاثة الأول الوصف ومع وزن الفعل كسول هذا وذلك كأحمر وأبيض الثاني متكلمان مع الوصف مع العدل التحقيقي كمثنى والثلاثة والرباع ترى المقرر بك أنت
قولي ما رأيتي أيضا القرآن كم فانك حما طاب لكم ما تسيلا سوك اللي تواته تأوش ذي تكرك يا ومحيد يعني محا بنان روحا ترب رنبا وبنان مثنى الله والله أفر كسوقات أفر بميجا بثلاثة سدح سدح واللح كودر مركة واتبان صماء ورباعة أفر أفر مركز دي تون كاسا بنام بردهن ونقول زنكرا لكن عديد كي وحاكو رمان هيا نبي عليه الصلاة والسلام نكي تون كنا قدسوا إسلامي واتهي يجيري أفر كدور واتهي انت كلاتان واتهي فارغ يجيري كاسا وحين هيا كدين طي مركز وعدي تحقيق جاها وحالي لها اسم لو كبح سيغدي أسلي جاها حقيقة حان وقبحا تاسون كون نخون هيا كمثنى ويان وثلاثة ورباعة الثالث الوصف ويان مع زيادة الألف والنون كسرا وذلك السكران وعطشان ويان والعلم يمنع الصرف تويكي توي تمكين أو منعنا يا الجر بالكسرة تنسكر راعي مع ستة لحن عض الأول والعلم ومع وزن الفعل كأحمد ويزيد كأحمد ويزيد اسكر الثاني متكلوان مع العلم ويان ومع العدل التقديري كعمر والزفر تقدير قال وشي أيوه ويقدرتين سين قاعدة اللي هو كمان انفع الفاعل اللي يسوي عي تاسي قدرتين بكر ينتهي كعمر والزفر والزحلة الثالثنا العلم ومع زيادة ألف والنون كسرهم ويا كعثمان واللغمان الرابعنا العلم ومع العجمة كسرهم ويا كإبراهيم وإسحاق تاسم ككون وشروط العجمة ثلاثة ويا أن تكون زائدة وإن تعي على ثلاثة أحرف سد حرفين وكبديه سيد إبراهيم وإسحاق وقلته وأن تكون من أوضاع العجمة عجمة واتهي وحيابها إدجية وإن كم تعي هذا عربي هنلاو استعماله وأن تكون عالم في العجمة عجمة ودحي سواء عالم كتاين نكرك وآهن صدح ذا ويان الخامس والعالم ومع تركيب المسجي تركيب المسجي معيسى قصم هذا ويان كبع على بكاء وحضر موتى السادسنا العالم ويان ومع تانيث قصم هذا بما ملكك واتهي الوتانيث عدل الألف ألف تكسو هري وتانيث بالمعنى إيه تانيث بالألف وهو كألف تكسو هرينا قسمان ويان تانيث بالتاي كفاطمة وضلحة يو تانيث بالمعنى كزينب وسعادة وشروط التانيث بالمعنى أربعة نفر ويان أن يكون زائدا وأن كبيرا على ثلاثة أحرف كزينب أو يكون عجمي وأن يكجورا أو يكون وأن يمحرك الوسط بحيس من الحركية كسقراء أو يكون وأن هذا منقولا من لسور الرغي من مذكر إلى مؤنث وذلك كزينب ويان قبل اللبعي وشروط الاسم اسم الشرديال الكيسي الذي كاسور لا ينصرف إثنان ويان الأول الله يضاف وين الله إضافين ها وين الله إضافين أنت محل وجه إذا اسم وفعل بوشبهي حيزك فعلك كجرا فعل الله إضافية هذه الإضافية إضافة ومن خواص الأسماء شريفة بروحية أصدقائي الله يضاف نحو مرت بأفضلكم إيه أفضل وزن فعل يوصف وحكم من عي ومع ذلك بركة كنت من إضافة من خواص الأسماء وبرت الشبيه بكدين الجرب الكسرة وأقبل وكاس وقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم أحسن خلاص دبي وكان يعني أي شيء إني وصلص الثاني أن الله يدخل وين سجل عليه اسم ما لا ينصرف الله أنا قرن ومحي علي اسم وفعل مشبه شبه قوي حيز الفعل بكجرا فعل كرا ألا مقليه هذا القشة بس شبه ببره هي الجرب الكسرة تيجي تقول يوصلنا الجرب الكسرة تيجي نحو مرت بالمساجد وأنتم عاكفون في المساجد وكاسيد وياي والاسم يوم ما لا يصرف بل هالكاس أكو بشو ما اسكت دينه حلقة أنا قاعد عايز السلام عليكم.